هذا هو شاهين 12 13 دقيقة 25 ثانية جزئين من الثانية. المركز الثاني النمر يصل بهذا التوقيت قطع المسافة. دقيقة 42 ثانية وجزئين من الثانية تهاني للناموس. بينما المركز الثالث اللي وصل في ثالث المراكز 13 دقيقة 48 ثانية. المركز الثالث يا مخرج هذا المركز الرابع تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن المرب المكتوم المكتوم. تهانينا على هذا الفوز فوز غبيان 13 دقيقة 46 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء نتواصل ونجدد التحيه واللقاء من جديد. انطلاقه شوطنا الخامس للحول المحليات الاصايل لاصحاب السمو الشيوخ. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. المركز الثاني مشكور الهجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي يتولى عملية التضمير. المركز الثاني منتصل دخون تعود الملكية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف الهيان سعيد بن مبارك الوهيبي يتولى عملية التضمير. المركز الرابع تقدم ممتاز من امجاد لسمو الشيخ محمد بن المرة المكتوب سعيد بن عبيد السبوسي يتولى عملية التضمير. الكيلو ونصف الكيلو ما تبقي إلا القليل عن الفوز والناموس. المركز الخامس تتقدم الطيار الهجن الرياسة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي يتابع انطلاق الطيارة ولكن القادم المدينة لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوب عتيق بن سالم بالخفية يتولى عملية التضمير. المنعطف الأخير ها هو الاتجاه ها هو الاتجاه الأخير الاتجاه الصحيح والسليم نحو خط النهاية نحو الفوز والناموس نحو الانتصار ونهاية أمر هذا الشوط. سوف يكون من الفائزة في هذا الشوط سوف تكون من الفائزة والمنتصرة في هذا المساء وفي هذا الشوط خصيصا. الطيارة مع المقدمة المدينة أيضا مع المقدمة مشكورة مع المقدمة كوكب رباعية مع المقدمة دخول لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان ولكن أمجاد تبحث عن الأمجاد في هذا المساء وفي هذا الشوط لسمو الشيخ محمد بن المرة المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي يتولى عملية التضمير. ما تبقى إلا القليل. الصراع قوي مشاهدينا الكرام ما بين مشكورة ما بين الطيارة ما بين المدينة. المدينة مشكورة الطيارة الأقرب أمجاد رافع راية التهديد وصلت أمجاد ولكن الطيارة ما سلمت المهمة. الطيارة والمدينة المدينة والطيارة وأيضا أمجاد ولكن الطيارة المميز ما زال يحكم القبض مع لافتة الخمس 100 متر الأخيرة عادت مشكورة وتبي الشكر في هذا المساء. مشكور الهجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي 400 متر أخيرة حان موعد الأوامر النهائية حان الاتجاه ليترى لمن الفوز لمن الانتصار. يا سلام الطيارة المدينة مشكورة المدينة الطيارة مشكورة المدينة المدينة المدينة. مشاهدينا الكرام هي من تعلن الوجود تغادر بالفوز تغادر بالناموس تهدي الفوز والانتصار سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم. ومشكور يا بالخفية مشكور يا ابو سالم واسعد الله مساك يا عتيق يا بن سالم يا بالخفية على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الطيار الهجن الرياسة. المركز الثالث مشكورة لهجن الرياسة. رابع المراكز دخول اللي سمو الشيخ سيف بخلية بن سيف الهيان. المركز الخامس الدان الهجن الرياسة. المتعة والإثارة والتحدي ولكن الفوز والانتصار والناموس لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم وإلى عتيق بن سالم بالخفية. ثبتت الوجود وأعلنت الفوز والانتصار في هذا المساء وفي هذا الشوط اللي هي المدينة. هاي أمامكم الإعادة هاي أمامكم لحظات الوصول إلى خط النهاية
تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن مكتوب بن راشد المكتوب وإلى عتيق بن سالم بالخفية لحظات الوصول إلى خط النهاية. قطعت المسافة زمن قدر 12 دقيقة 51 ثانية 6 من الأجزاء. تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن مكتوب بن راشد المكتوب. المركز الثاني يوم خرجنا الطيار في ثاني المراكز الطيار الهجني الرئاسة. تهانينا لمبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المخرج عطنا الثاني والثالث. يا مخرجنا العزيز عطنا الطيار من حظة المركز الثاني. هاي أمامكم المدينة هاي الطيارة 12 دقيقة 52 ثانية 3 من الأجزاء. تهانينا والناموس لهجني الرئاسة والتهاني المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. شكرا لإسام الهواري مشكورة في ثالث المراكز 12 دقيقة 52 ثانية 5 من الأجزاء. تهانينا لهجني الرئاسة والتهانينا العلي بن ميل الوهيبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين وشكرا للمخرج. العادي يا دليل الفن عمرين اصيلات